شيف أسيل، شيف جورج، شيف مصطفى. 3 شهور مرت وانتوا بتستنوا دي اللحظة، لحظة إعلان هوية الفايز بالموسم الثاني من توب شيف. دقات القلب بقت سريعة أوي، التنفس بقى سريع، دقات قلبي صار يعلو أكتر، أسرع أسرع أسرع، إحساس من جوا مش طبيعي. صعب صعب كثير، توتر وضغط، ضغط أول مرة بمرق فيه، أصعب شيء بحياتي كان. توب شيف العالم العربي للموسم الثاني، شيف مصطفى. من تحت الأرض وصلت إن أنا بقيت التوب شيف. مبروك. عمري ما كنت أتخيل إن أنا أوصل لحد هنا. ألف مبروك، استاهل والله. أنا مبسوط أوي وحاسس إن أنا ربنا واقف جنبي كتير، وناس كتير سندتني اللي أنا وصلت اللي أنا فيه ده. لقب توب شيف الوطن العربي. حلم. توب شيف كان بالنسبة لي حلم. أنا حققت الحلم الحمد لله.